وسط موجة اضطرابات سياسية وأمنية تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، يسجل الريال اليمني سقوطا حادا في قيمته النقدية، إذ يضاف هذا الانهيار الجديد إلى سلسلة تدهور العملة اليمنية منذ بداية الحرب قبل 5 سنوات. أسباب تدهور العملة ناتج عن العوامل السياسية والعسكرية التي تشهدها مدينة عدن واختلال البنك المركزي فيها، أيضا من ضمن العوامل استغلال أمراض النفوس في تهريب العملات من مناطق سيطرة البنك المركزي عدن إلى مناطق سيطرة البنك المركزي صنعاء، واستغلال هذه الفجوة واستغلال الفارق الذي يصل إلى 100 ريال في الدولار الواحد. أيضا شحات الأموال سبب رئيسي مباشر، والسبب الأول والذي يعزى إليه الأمر هو نفاذ وديعة الأشقاء التحالف في البنك المركزي. هاو العملة إذن برزت نتائجه في مضاعفة ارتفاع عمولة الحوالات النقدية وصعوبتها بشكل كبير بين مناطق الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية، وعلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والضرورية لحياة المواطنين، ما يفاقم من صعوبة حالتهم المعيشية المتردية. ارتفاع عمولة الحوالات بين المدن اليمنية في صنعاء إلى تعز أو من تعز إلى صنعاء أو إلى عدن أو إلى محافظة هو استغلال لحاجة الناس لتحويل هذه الأموال، مما أدى إلى زيادة معاناتهم فوق المعاناة التي يعانونها. أسعار ترتفع بين يوم وآخر لأسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، الأدوية، المستلزمات الضرورية التي يطلبها ويحتاجها المواطن. واقع اقتصادي سيء وانتشار لوباء كورونا نتائج شكلتها ظروف الحرب والحصار، وساهمت فيها بشكل كبير هنا في مدينة تعز كغيرها من محافظات البلاد، حيث باتت تستمر الأزمات في توسعها لتشكل ثقلاً على كاهل المواطنين، ما يضاعف من معاناتهم وسط تخاذل حكومي وتهرب التحالف لإنقاذ ما تبقى من العملة النقدية الوطنية وما تبقى من الهامش الاقتصادي. يبدو أن مسلسل انهيار الريال اليمني أمام العملات الصعبة لن يتوقف، ليضيف عبئاً آخر على مواطنين يتقاسمهم الجوع والحرب والأوبئة. ها علي قناة بلقيس تعز.